صراحة يا الفترة مال فيروس كورونا وهاي القعدة اللي قعدناها بالبيت، انه انا وقتي كله صار يعني عبارة انه بس الفن 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 الرسم الرسم، لان تعرف انه لا طلع على اصدقاء لا انه اي شيء تسوي ما تقدر اي شيء تسوي، وتوصل مرحلة انه التليفون هاي مليت من عده لان شفت كل شيء فيه ماكو، فانه ما عندي اي شيء انا غير انه الرسم، انه كرست وقتي ارسم 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 دائما، ما احاول ما امل يعني شنو اللي افكر بيه شنو اللي يجي ببالي انه اسوي. المرحلة السابقة والحالية أيضاً اللي هي كورونا أنا أعتقد أثرت إيجاباً فقط على الفنانين التشكيليين، كون أن الفن التشكيلي فن منفرد ويحتاج إلى ملكات شخصية خاصة للتعبير الإبداعي والتسامي بهذا التعبير الإبداعي، فأعتقد فترة الجلوس في البيت كانت إيجابية للفنانين التشكيليين لأنهم بحاجة إلى وقت والوقت كان متاح لهم بشكل خاص. قدر الفنان يتأثر بالمحيط، طبعا فترة كورونا أو فترة هذه الموجة الكبيرة اللي كانت يعني تخص المرض تأثروا بها الفنانين، لذلك هو دائما الفنان يروح باتجاه الحدث اللي يصير. أكو فنانين يعني حاولوا أنه يخلون باب الأمل مزروع، يعني ما زال الحياة مستمرة هي فرح تستمر، من ضمنهم أيضا الفنانة الشابة فاتن العبيدي من كركوك، هذا كوفيد 19 استغلته أنه الكوفيد تباعه يعني بمجال للأمل للأفق أبعد. يعني كورونا أطك متسع لأنه أنت تتخيل أشياء سلبية وأشياء إيجابية، فلازم يكون أكو وعي عند المثقف أو عند الفنان إنه شلون يعكس الأشياء السلبية لأشياء إيجابية من أجل خلق الأمل عند الناس. الشيء طبعاً يعني لازم يرسم بهاي الفترة إنه شغلات عن الأمل، شغلات عن حب الحياة، يعني هاي الألوان البراقة، هاي الألوان المريحة للعين، يعني وهواي رسمت أنا يعني طبعاً لوحات باللون التركوازي، يعني شفت إنه التركوازي هو إيش لون يعني مريح إنه يقوي المناعة، فأنا رسمت بهاي الفترة هذا اللون دائماً. خوش حكي أحلى نحكي.